منتصر خليني نستغل الجانب اللي انت عندك خبره في المهرجانات مثال شيء اعطيني المعدل نتاع عروض المنمن شوفي تونس قداش تشيلهم في المهرجانات هو سؤال محرج يعني المعدل ليه ما هو مال عام هذا ليه ما هوش مال عام هذه مال جمعيات جمعيات من حقنا نطلعوا على التقرير الادبي والمالي قلت لك المعدل المعدل شنو نفذ المعلومه تو مشوا لهم مشاكل المعدل هو ما فماش معدل هو فما عرض وطلب يعني تجم انت مثلا تجي تقول مثلا معز التومي انت مش تكلمه يقول لك راني انا في العاده مثلا نخدم ب 10 لكن انت مش نحسب ب 8 ب 7 معز التومي ب 10 لطفي العبد اللي قداش لطفي العبد اللي بالذات اللي ما نجمش نقول الصوم نتاعو علاش تقول على معز وما تقولش على لطفي مش نقول لك علاش مش نقول لك لانه لطفي العبد اللي حتى مره ما جبناه وحده ديما لطفي عبد اللي يجي مع باكيج وفريمون زياره وجهه زياره وجهه لطفي وبوذينا فريمون سي شابو با ان غران برودكتور في تونس نقول المعدل هذا مغازله راهي عملت انت لا لا المعدل 10 ملايين لا نقول المعدل 10 ملايين يجي يكون هكي يجي يكون أكثر شوي يجي يكون أقل.